خلال هذه الاتفاقية اللي توقعت أمام سيد رئيس الحكومة غادي يتم تمويل واحد البرنامج ديال أولا تأهيل واحد الأعداد ديال الاستاد اللي تهيئ لا لكان 2025 ولا كأس العالم 2030 وبما فيهم المركب الرياضي اللي غادي يكون جديد ديال بن سليمان. هناك تعليمات جات الملك الله ينصرو اللي باش هاد التجهيزات الأساسية تكون في مستوى دولي وتلائم مع بطبيعة الحال كل المعطيات اللي هي ضرورية في دفتر التحملات لا ديال فيفا ولا ديال الكاف. والاشغال راها انطلقات في واحد العدد ديال لاعاده لهذا التاهيل ولا ايضا فيما يخص ستاد ديال بن سليمان باش يكون ليتود اركيتكتورال ديال هذا الاستاد اللي غتكون هي الانطلاقه ديال هذا المشروع ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.